يا صباح الخيرات. بسم الله، مكملين مع بعض رحلتنا، رحلة التأملات في كتاب الله. أملي من الرحلة دي إن مع فهمنا لآية آية من كتاب الله من أول الفاتحة تتغير علاقتنا بالقرآن، نعيشه فنعرف نستدعيه، نستدعي الآيات في تعاملاتنا اليومية، فنعيش من أهل القرآن ونبعث في جوار أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وصلنا لإهدنا الصراط المستقيم وتعالوا نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. عايز أقول الصراط المستقيم قبل اهدنا. احنا عندنا 2 صراط في ديننا ذكروا في القرآن أو ذكروا في القرآن والسنة. الصراط الأول طريق ربنا وطريق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي مطلوب مننا نمشي عليه، وفي صراط في الآخرة الجسر اللي فوق النار اللي هيعديها يخش الجنة. الكلام في الفاتحة عن صراط الدنيا، وبقدر محاولتنا ومجاهدتنا لنفسنا ان احنا نثبت على صراط الدنيا بقدر سهولة وسرعة ويسر مرورنا ونجاتنا من على صراط الآخرة من فوق النار بإذن الله كلنا مع سيدنا النبي إلى جنات الخلود. أصل كلمة صراط عند العرب بتطلق على السيوف المعتدلة. صراط اسم من أسماء السيوف اللي لما الصانع بتاعه صنعه خلاه معتدل جدا وستريت، مستقيم جدا. والعرب لما بتحب تروح بلد تانية بيسألوا على أقصر طريق وأأمن طريق، فاتفق العرب إن أقصر طريق وأأمن طريق هو اللي بتبذل فيه أقل مجهود وأقل معاناة وأقل وقت، هو النقطة المستقيمة من بلد لبلد. بدل ما تقعد تروح يمين وشمال ممكن تتوه، فقال لك أقصر وأأمن الطرق هو الطريق المستقيم. وكلما كان الطريق مستقيم جدا أطلقوا عليه اسم السيف فسموه الصراط المستقيم. أنت وجهتك وبغيتك الكبيرة سعادة الدارين. في حد عايز حاجة تانية؟ عايز أعيش حياة هادئة مليئة بالسكون والسلام والإنتاجية، productive life، فيها بضيف حاجة لنفسي ولغيري، حقق فيها الاكتفاء. حسنة الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وعايز كمان في الآخرة أنجو يوم القيامة وادخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، وفي الآخرة حسنة. هذه البغية الكبيرة ليها سكة، سكة مريحة وآمنة اسمها صراط الله المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. نصايح ربنا، الصانع اللي صنع الصنعة أنزل لها دليل اسمه دليل إرشاد الصانع، زي الكتالوج اللي بينزل مع الأجهزة. لو مشيت عليه خلف سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هوصل لما أتمنى، لأن ما يريده الصانع يريد مصلحتي. الله، ودي معلومة مهمة، ما عندوش مصلحة. الله مش بيعمل بينا حاجة لنفسه، الله كل حاجة بيعملها لنا. حتى البلاءات اللي بتنزل علينا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فإرشادات الصانع سبحانه وتعالى هي اللي فيها راحة البال وهدوء الحال والتيسير في الدنيا والآخرة. اسمه صراط الله المستقيم. فأنا بقول له بقى يا رب اهدنا الصراط المستقيم. الهداية هي طمأنينة القلب لما ينفعني. أنا النهاردة لو كنت عيان ولقيت الدواء اللي يشفيني اسمي اهتديت للدواء ده، ويا سلام لو كان اللي وصفه طبيب ماهر، فأطمئن للشفاء من خلف هذا الدواء بإذن الله. لو رايح بلد معينة ثم واحد عنده مهارة في السفر سلك الطريق ثم عاد فأخبر القوم بما استفاد، يقولي أحسن طريق من السكة دي، يبقى ده هداني لما فيه نفعي وصولي للبلد دي. فلما قلنا ربنا اهدنا
يعني طمن قلبي للي ينفعني، لأن أنا لو بالي تعبان ومخنوق فوصلت إن سيجارة الحشيش أو كاس الخمرة هو اللي فيه راحة بالي، دي مش هداية، دي غواية، لأنها طمأنينة لما يؤذيني مش ما ينفعني. وأنا بتناقش معاك وبتكلم معاك، لو أنا وصلت إن الكذب واللف والدوران والملاوعة هو اللي هيخليني أكسب النقاش، دي غواية مش هداية، لأن الصانع الكريم في دليل إرشاده لينا قال لنا اللي بينفع في الحوار والكلام الصدق والوضوح، وإحنا بنتاجر مع بعض. لو أنا استقريت إني عشان أكسب من وراك فلوس محتاج أخدعك في السلعة واخون الامانه اللي انت مستأمني عليها، يبقى دي غوايه وليست هدايه، لان الصانع قال لنا ان علشان تتاجروا وتكسبوا وتربحوا دنيا واخره، التاجر الصدوق مع السفر مع النبيين والصديقين. وانا بتجوز، لو انا ربنا هداني الصراط المستقيم في الجواز، هعمل حاجتين: هتحمل مسؤوليه البارتنر اللي معايا شريك الحياه، وهتعامل بالمودة والرحمة. لو خدت العيشة بالمغالبة، دي مش هداية، دي غواية، ومش هوصل لحاجة، بل هوصل لتعاسة الدارين. فلما أقول لربي وسيدي وحبيبي اهدنا الصراط المستقيم، يعني طمني للي ينفعني، واجعل اللي ينفعني هو طريقك، صراطك المستقيم، أقصر طريق ما بين حالي دلوقتي وبغيتي، وهي سعادة الدارين، السلام والسكون والاكتفاء في الدنيا، ثم النجاة وجوارك في الآخرة. اهدنا الصراط المستقيم. كمل المرة اللي جاية إن شاء الله. نهاركم أبيض وكله فل وخيرات ورزق واسع. نشوفكم المرة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم.